السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. دلوقتي في الجزء الثالث من مراجعة أكتوبر مذكرة المتميز، وهنحل دلوقتي مع بعض الأسئلة اللي موجودة معانا في المذكرة واللي على مقرر أكتوبر إن شاء الله. الأسئلة كلها بتبقى بسيطة، عبارة عن اختيار تشوز أو ترو أند فولس، في كومبليت بيبقى بسيط، ممكن حاجات تشوز from column A and column B. الأسئلة كلها بسيطة، فإن شاء الله مش عايزين نقلق من الامتحان. خلينا نشوف الأسئلة اللي موجودة معانا دلوقتي في مذكرة المتميز. وأول سؤال معانا choose a correct answer. أول سؤال بيقول لي we use to determine the location. احنا بنستخدم حاجة علشان نعمل ايه؟ determine the location. طبعا لو فاكرين احنا كنا بنستخدم ايه؟ الجي بي اس. تمام، السؤال التاني بيقول لي نقط is used to take photos above the ground. بنستخدم حاجة تمام علشان ناخد صور فين؟ فوق الارض. ومديني الماجنتوميتر والساتلايت والجي بي ار. تمام، يبقى كنا بنستخدم ايه؟ الساتلايت. البرت لين uses نقط to locate things above the ground. بيستخدم حاجة علشان يحدد المكان فين فوق الأرض. مديني ماجنتوميتر جي بي اس وجي بي ار. طبعا كان بيستخدم الجي بي ار الجي بي اس سوري. تمام، رقم أربعة the نقط is used to detect أو detect all the coins under the ground. الجهاز اللي كان بيستخدم علشان يحدد إذا كان تحت الأرض في coins في minerals ولا لأ. ماجنتوميتر ولا جي بي اس ولا الجي بي ار؟ جهاز الكشف عن المعادن اللي هو إيه؟ ماجنتوميتر. طيب بعد كده نقط is used to locate things via satellite. جهاز بيستخدم او بيستخدم عشان يحدد الاماكن عن طريق الايه؟ الاقمار الصناعية. الجي بي ار ولا الجي بي اس ولا ماجنتوميتر؟ طبعا هو الجي بي اس. السؤال اللي بعده نقط is used to find minerals. جهاز بيستخدم عشان يحدد او يلاقي الايه؟ المينرالز المعادن in the ground تحت الارض او في الارض. طيب قلنا الجهاز اللي بيستخدم علشان الاقي بيه المعادن هو جهاز الكشف عن الايه؟ عن المعادن او جهاز كشف المغناطيسيه، المجال المغناطيسي اللي هو اسمه ايه؟ ماجنتوميتر. The device which is used in typing text with braille for blind people is the. جهاز بيستخدم علشان اقدر اكتب بيه الكلام على طريقه برايل، اسمه ايه؟ برايل تيرمينال ولا كيبورد ولا ماوس؟ طبعا برايل تيرمينال. السؤال اللي بعده نقط is used to print the text and images on paper على ورق and considered one of the output units. جهاز يعتبر output device وبيستخدم عشان اعمل ايه؟ print text and images on paper، يبقى اسمه ايه؟ البرينتر. طبعا the component responsible for entering data into a computer is the. المكون اللي مسؤول عن إدخال الداتا للكمبيوتر into computer، الكيبورد ولا السي بي يو ولا البرينتر؟ طبعا هنا الكيبورد عشان بكتب عليه وبدخل الايه؟ الداتا للكمبيوتر بتاعي. You can move things easily with the. انا بقدر اتحكم واحرك الحاجات في الكمبيوتر عن طريق الايه؟ سكرين ولا ماوس ولا مايكروفون؟ طبعا الماوس. لو كان مفيش ماوس هنا وقال لي تاتش سكرين فكنت هختار التاتش سكرين. تمام، السؤال اللي بعده one of the devices that you need to type on the computer. الجهاز او المكون اللي انت بتستخدمه عشان تكتب على الكمبيوتر، بكتب على الكمبيوتر يبقى كيبورد.
the نقط is a device that allows non-speakers to speak. الحاجة اللي بتخلي الناس اللي ما بتقدرش تتكلم إنها تتكلم. screen ولا printer ولا speech synthesizer؟ يبقى speech synthesizer. allow of the following are input أو all عفوا all of the following are input units. كل اللي موجود ده عبارة عن input units ما عدا except. طيب الماوس تعتبر ايه؟ input. الكيبورد تعتبر input، يبقى هي السكرين تعتبر ايه؟ output. one of the attached devices that is used during video call. الحاجة اللي أنا بستخدمها وأنا بعمل فيديو كول، وأنا بكلم حد فيديو، بستخدم إيه؟ برينتر ولا سكانر ولا كاميرا؟ طبعا بستخدم الكاميرا عشان هو يشوفني. طيب is a way نقط is a way that converts letter into permanent symbols that can be read by touching. الحاجة اللي بتحول الكلام تمام لإيه؟ لحروف بارزة أو عبارة عن إيه؟ رموز بارزة عشان أقدر إيه أقراها عن طريق الإيه؟ touching، عن طريق اللمس، تبقى إيه؟ برايل. رقم C برايل. طيب ذا نقط allows us to output the text and images on paper. الحاجة اللي بتخليني أطلع التكست والإيميجز على ورق on paper، يبقى هي إيه؟ البرينتر. The speech synthesizer is a type of speech synthesizer. تعتبر ايه؟ input ولا output ولا printing device؟ طبعا تعتبر ايه؟ output device. The computer is used for write documents ولا sending email ولا both؟ الاتنين، يبقى الاتنين طبعا. اقدر اعمل ايه؟ write documents، واقدر كمان اعمل ايه؟ sending emails. The operating system، الـ operating system نظام التشغيل، receive the information from CPU. تمام، بيوصل له المعلومات أو بيستلم المعلومات من الـ CPU and show it on the، بيظهرها على إيه؟ screen طبعا. One of the devices that word processing software need to write on your computer is the ايه؟ انت هنا معنى السؤال بيقول لي الوورد بروسيسنج سوفت وير اللي هو برنامج الوورد محتاج ايه علشان اقدر اكتب على الكمبيوتر بتاعي، كيبورد ولا برينتر ولا سبيكر؟ طبعا انا بكتب على الايه؟ على الكيبورد. The component responsible for entering the data to the computer. Responsible for entering data، اقدر ادخل البيانات عن طريق الايه؟ الكيبورد. Windows is one of the most popular application ولا operating system ولا program language. طبعا operating system Windows operating system والAndroid operating system. طيب is considered from the hardware component of computer. ايه اللي من دول يعتبر hardware؟ الباوربوينت ولا البراوزر ولا السي بي يو؟ طبعا السي بي يو، لان البراوزر ده application والباوربوينت application. Word processing program like Microsoft Word is a type of Microsoft Word. يعتبر ايه؟ information ولا hardware ولا software؟ طبعا software عشان هو application. السؤال اللي بعده is considered software on the personal computer. keyboard ولا excel ولا printer؟ ايه اللي يعتبر من دول software؟ طبعا الاكسل عشان الباوربوينت، عشان البرينتر، وعشان الكيبورد يعتبروا ايه؟ هاردوير. طيب زي نقط is considered one of the hardware component of computer. حاجة تعتبر برضو ايه؟ هاردوير. مايكروسوفت باوربوينت ولا براوزر ولا سي بي يو؟ طبعا السي بي يو هو اللي يعتبر هاردوير. طيب نقط software enlarge، فاكرين enlarge everything on a computer screen magnification.
نقط help people of determination of missing limb اللي هي limb different to practice their daily life. processed click ولا keyboard ولا hearing aids؟ طبعا البروسيست كليك. technology that helps people of determination to carry out their daily tasks easily is called. التكنولوجيا اللي بتساعد الناس اللي عندها ايه ذوي الهمم ان هم ان هم يقوموا بالايه المهام بتاعتهم اسمها ايه؟ التكنولوجيا المساعده assistive technology. طيب نقط السوفت وير ذات يوزد تو اسيست ذا فيجوالي امبيرد، حاجه هنا معموله للفيجوالي امبيرد، الايرفون سماعات ولا سكرين انلارجمنت ولا الترناتيف كوميونيكيشن سوفت وير؟ طبعا الايه سكرين انلارجمنت اللي هو البرنامج اللي بيكبر كل حاجه على شاشه الكمبيوتر. طيب سكرين ماجنيفيكيشن سوفت وير از يوزد تو هيلب بيبل هو هاف سكرين ماجنيفيكيشن، فاكرين كان عشان الايه البور فيجن، لسه قايلينها في النقطة اللي فوق لو فيجوالي امبيرد. الترناتيف كوميونيكيشن سوفت وير هيلب بيبل ويز نقط ديسابيلتيز، الترناتيف كوميونيكيشن سوفت وير كان علشان مين؟ سبيتش ديسابيلتيز. طيب ذا نقط هيلب بيبل هو سافر فروم هيرينج بروبلمز، هيرينج بروبلمز يبقى هيرينج ايدز، hearing aids help people who suffer from hearing problems. لازم نقرأ السؤال كامل. we use the نقط to find a file or folder on computer. بنستخدم ايه عشان ندور على فايل او فولدر في الكمبيوتر؟ ال search box. my mouse cursor isn't work. السهم بتاعي او المؤشر بتاع الماوس بتاعي مش شغال، هعمل ايه؟ connect keyboard cable ولا press alt control delete ولا replace keyboard؟ طب هنا replace keyboard وهنا connect keyboard، احنا اصلا بنتكلم على الايه على الماوس، يبقى press alt control delete. the command responsible for closing all the application on computer or laptop، الحاجه اللي انا بدوس عليها عشان تقفل لي كل الايه الابلكيشنز بتاعتي، بدوس على ايه delete alt control. السؤال اللي بعده if the نقط make sure the keyboard cable is connected or not، يبقى if the keyboard isn't working make sure the keyboard cable is connected or not. طيب press and hold the control alt delete buttons when a screen freezes ولا you can't find the file ولا an app won't open؟ طبعا screen freezes. كده يبقى خلصنا اول سؤال معانا في الشيت، السؤال اللي هو ايه تشوز. ندخل على دلوقتي true or false. اول سؤال بيقول لي تاكسي درايفر relies on the GPS، يعني بيعتمد على الجي بي اس اللي هو الجلوبال بوزيشننج سيستم. طبعا هقول له ايه الاجابه صح، سواء التاكسي دلوقتي او اوبر مثلا بيبقى عايز تروح انت مكان معين، فبيبقى فاتح الجي بي اس عشان يروح للمكان، يقدر يعمل لوكيت للايه للمكان اللي انت عايز تروح. طيب drones are used to photograph special place، الدرونز بتستخدم علشان ايه؟ تاخد صور لأماكن معينة، فأقول له طبعا الإجابة صح. the engineers relied on the magnetometer to locate the construction sites، يعني هل المهندسين بيعتمدوا على جهاز كشف المغناطيسية عشان يحددوا أماكن البناء؟ فطبعا هنا الإجابة إيه؟ غلط، بيستخدموا الجي بي آر. طيب جي بي إس is used to find the location of places you might need to visit، طبعا إجابة صح، بستخدم الجي بي اس بتاعي علشان ايه اوصل للاماكن اللي انا عايز ازورها. magnetometer is used to determine places via satellite، magnetometer هو اللي بيعمل اللي بيحدد الاماكن عن طريق الساتلايت، طبعا الإجابة غلط، المفروض الجي بي اس. the global positioning system اللي
هو الجي بي اس is connected to satellite to determine location. يبقى كده الإجابة هنا صح. The ground penetrating radar اللي هو الجي بي ار is used to find objects under the surface of the earth. بيستخدم عشان يلاقي الحاجات اللي هي موجودة أو الأشياء اللي موجودة أو الأجسام اللي موجودة تحت الأرض. فالإجابة طبعا هنا إيه؟ صح. طيب ماجنيتوميتر جهاز كشف المغناطيس المغناطيسية is used to discover metals underground. فطبعا الإجابة صح، بدور بيه على المعادن اللي موجودة تحت الإيه؟ الأرض. The tourists أو the tourists السياح بيعتمدوا depend on the penetrating radar to locate the different places. لا طبعا المفروض الجي بي اس، بيستخدموا الجي بي اس عشان يوصلوا للاماكن اللي هم عايزين ايه يزوروها. لابتوب is like personal computer in all component. هل اللابتوب زي البيرسونال كمبيوتر في كل مكوناته؟ طبعا الاجابه هنا غلط، لان الايه اللابتوب بيبقى هو ايه جهاز كده وكل حاجه فيه مع بعضيها متركبه ايه مع بعض، لكن الكمبيوتر بتاعي بيبقى فيه كيبورد لوحده، فيه ماوس لوحدها، فيه سماعات لوحدها، الحاجات دي كلها. السؤال اللي بعده، برايل transform letter into permanent symbol that can be read by touching. طبعا الإجابة هنا صح. The keyboard is a device that is used to output data. الكيبورد المفروض input data مش output، يبقى الإجابة هنا غلط. A computer is used to create and edit spreadsheets and presentation. طبعا أقدر أعمل الكلام ده على الكمبيوتر، فالإجابة هنا إيه؟ صح. The screen is an output device. طبعا السكرين output، إجابة صح. Computer is a machine processing data into valuable information. تمام. It also has the ability to store and retrieve them. الكمبيوتر هو عبارة عن جهاز أو ماكينة بتعمل إيه؟ processing data، بتعمل معالجة للبيانات وتحولها ل valuable information يعني معلومات مفيدة، وتقدر كمان إيه store الإيه information. يبقى الإجابة هنا صح. The scanner is used to print images. طبعا كده غلط، لأن السكانر ما بيعملش print. تمام، بس نكمل باقي السؤال. بيقول لي the scanner is used to print image from your computer on paper. طبعا غلط، لان السكانر بيعمل عكس الكلام ده. The CPU process and send information to the operating system. طبعا هنا الإجابة صح. هنكمل مع بعض. Screen and mouse are types of computer programs. Screen والماوس type of computer programs software. لا طبعا هم hardware مش software، يبقى الإجابة كده ايه غلط. The operating system is necessary to run the computer. طبعا الكمبيوتر ما يقدرش يشتغل من غير الايه operating system، يبقى الإجابة صح. Central processing unit is a type of software. غلط، لأن ال CPU المفروض ايه hardware. Google is the most famous operating system. لا طبعا، لان جوجل هنا ايه مفروض ان هو سوفت وير مش اوبريتنج سيستم. اوبريتنج سيستم هو ايه؟ الويندوز والاندرويد. ويندوز فور بي سي او فور كمبيوتر، والاندرويد فور سيل فونز. طيب ذا سكرين هيلب ان بروسيسنج داتا. ذا سكرين هيلبس ان بروسيسنج داتا، يبقى هنا الاجابه طبعا ايه غلط، لان المفروض السي بي يو هي اللي بتعمل ايه البروسيسنج داتا. Windows is one of the famous computer operating system. طبعا إجابة صح. Stephen Hawking was a famous archaeologist. أو فاكرين لما قلت لكم هيقول لنا إن ستيفن هوكينج archaeologist؟ طبعا الإجابة غلط، لأن هو إيه مفروض physics scientist. Screen magnification software is an assistive technology. طبعا الإجابة صح. Albert Lin uses processed click that enables him to talk and communicate. لا طبعا غلط، لان البروسيسد ليج بتخليه يقدر ايه موف يتحرك، يبقى الاجابه غلط.
السؤال اللي بعده بيقول Magnification software is an assistive technology. طبعا الإجابة صح. Screen magnification software help people with difficulties. طبعا هنا الإجابة برضو صح، لأن إيه البرنامج هنا بيساعد الناس اللي عندها صعوبة. هو ما قالش إيه هي الصعوبة، بس طبعا إيه هو بيساعد الناس اللي عندها صعوبة معينة، فطبعا الإجابة هنا هتكون إيه صح. Hearing aids are one of the prosthetic devices for people with hearing disabilities. الإجابة طبعا صح. Assistive technology، التكنولوجيا المساعدة، is a technology that helps people of determination. بتساعد الناس إيه أصحاب الهمم go about their daily lives، إن هم إيه يقوموا بأنشطتهم اليومية. فطبعا هنا الإجابة إيه صح. If you can't find a file، لو انت مش لاقي فايل معين، you should restart your computer. طبعا الإجابة غلط، المفروض نعمل ايه؟ نستخدم ايه؟ ال search box. Restarting the device help solve some problems. ان انت تعمل restart الكمبيوتر بتاعك ده ممكن يساعدك في ان انت تحل ايه بعض المشاكل. فطبعا الإجابة هنا صح. If the keyboard doesn't work, you must use the search box. لو الكيبورد بتاعك مش شغال تستخدم ال search box. طبعا هنا الإجابة إيه؟ غلط. آخر سؤال معايا. If the app still won't open, لو البرنامج بتاعك مش راضي يفتح، restart your computer and try again. هنا هقول له طبعا الإجابة إيه؟ صح. وبكده بنكون خلصنا أسئلة مذكرة المتميز على مقرر شهر أكتوبر. أتمنى ليكم التوفيق جميعا، وإن شاء الله عايزين الدرجة النهائية في امتحان أكتوبر ومادة الاي سي تي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم مستر محمود إناوي، انتظروني إن شاء الله في تكملة شرح مادة الاي سي تي الأسبوع القادم، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي.